السلام عليكم خوتي خواتاتي، نهاركم مبروك. اليوم كيما كتشاهدوا معنا روتين من نوع اخر، كنت موالف كنجلس في الحانوت، دابا وليت كنخرج على برا. المهم فيق الكريم على الصباح، دور بالكروسة على الناس اللي خاصها شي حاجة، هذا ما كان حسن من ما نبقاو جالسين بلا شغل بلا حتى حاجة. المهم الخير موجود الحمد لله. الثمن ديال اليوم ديال الليمون 6 دراهم، كيبقى في 6 دراهم، 120 ريال بالنسبة لمدينة قميصات، 120 ريال. نهاركم مبروك، هذه هو مول ليمون.